ست اشهر. يعني اذا كان جهلان فهو جهلان من جديد. طيب ما عرفوا هو مين ساكن فيه؟ يا سيدي شكله متعرف له على شيء وحده، فاحسن ما يشوفها بشي اوتيل او مكتب بالبيت استر له. طيب ليش ما استاجر البيت؟ يعني ليش اشتراه؟ بيت الاجره عليه عين، خاصة من الجيران. بعدين ابوك رح يكسروا حق بيت. طيب ما قدروا يعرفوا مين عم يفوت على البيت، مين عم يطلع منه. بتريدني خلي كمال او رياض يسالوا عنهم او يسالوا جيران مثلا؟ ايه تامر، لازم اعرف. ما في غير طريقة وحدة انك تعرف. طلتي بالبناية 24 ساعة على الاقل، لحتى تشوف مين عم يفوت على البيت ومين عم يطلع منه غير ابوك، وانا ما بظنك انك تعملها. يا سيدي انا رح اعمل اللي احسن. اللي هو؟ هلا بحمل حالي بروح لهنيك. إذا ما لقيت سيارته برا بطلع وبدق الباب، إلا ما حدا يفتح الباب وقتها رح أعرف مين. طيب بركي أبوك موصيه إنه ما تفتح الباب لحدا. معقول؟ كل شي معقول. ساعتها بستنى ليرجع على البيت، وأول ما يفوت ويسكر الباب بدق عليه. بدي أعرف، بدي أعرف، يعني بدي أعرف.